ومن معرض حروف مشرقة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي حصدت 3 جوائز ضمن مشاركتها في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في نسختها 18 للعام الجاري 2021 ميلادية، وبمشاركة 753 متطوعا بمجالات الفرص التطوعية والمبادرات الأكثر تأثيرا وتميزا. وحققت المركز الأول في مجال صناعة الفرص التطوعية عن مشروعها سند التطوعي الذي استقطب 239 متطوعا بعدد ساعات بلغ 13517 ساعة. يسرنا مشاهدينا الكرام التعرف على مشروع سند التطوعي وأبرز أهدافه من ضيفنا في الاستديو النقيب خلفان سالم العليلي، وهو مدير فرع التأهيل والتدريب في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة. مساك الله بالخير. الله يمسيك. الله يحفظك. مرحبا. يا مرحبا وسهلا. يعني النقيب خلفان، يعني نبارك لكم في الحقيقة ما حصلتم عليه من هذه المراكز المتقدمة، المقدمة وايد أرقام فيها ما شاء الله، 13,000 على 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 غيره، وعدد ساعات تطوعية ومتطوعين ما شاء الله 239. نود في البداية أن نعرف السادة المشاهدين على هذا المشروع أو على هذه المبادرة، مشروع سند التطوعي. طبعا موضوع سند البرنامج سند هو بدايته كانت سنة 2015. المشروع كان مستهدف، يعني نحن النزيل مجرد أنه يدخل عندنا المؤسسة العقابية والإصلاحية، يعني نشوف حالته ونشوف ظروفه ونطالع أموره. فشفنا النزيل يوم عندنا موجود في المؤسسة عنده أسرة في البيت، الأسرة هذه رب الأسرة مش موجود عندها. صحيح. فقلنا لازم نحن نشوف، نوقف ويا الأسرة هاي ونطالع عياله ونطالع بيته ونتابعه. قمنا نحن بأن نحن نشوف الأسر هاي، عندنا يعني أخصائيات قاموا بزيارات ميدانية يزورونهم يشوفون شو الأشياء اللي هم يقدرون أن يعني ينطلقون منها، على أساس أن نحن نشوف لهم دام أن رب الأسرة موجود عندنا في المؤسسة، نشوف لهم شيء يعني يقدر يدخلهم يعني مدخول مادي يسدون احتياجاتهم، وأنهم ما يقدرون أنهم يحتاجون لحد. فشفنا كذا أسرة، ومن يعني ومن هالموضوع هايت فكرة برنامج سند، انه هو برنامج يختص بدعم أسر النزلاء، يختص في يعني في الأسرة بشكل كامل، يعني نختص بالزوجة، نختص بالأبناء، نختص سواء شو احتياجاتهم، نحاول ان احنا ويا الشركاء ان نحن نوفر لهم اياها. فنطالع شو اهتمامات يعني الأسرة، مثلا إذا يعني سيدة يعني عندها خبرة في الخياطة، نشوف ننسق ويا الشركاء، نطالعهم نوفر لها الاحتياجات على أساس أنها تقوم بمشروع صغير، يعني كذا أن يعني تمشي أمورها، وأن هي تحافظ على العائلة وتماسكها لين رب الأسرة يرجع إن شاء الله من المؤسسة العقابية. وغير هذا نطالع شو النشاطات الثانية، وفي شركاء يدعموننا ويقدموننا الدعم، على اساس ان مجرد ان المجتمع هذا يكون متماسك بتماسك الاسره هذه اللي رب البيت يكون مش موجود عنها. ف صحيح. وهذا اخوي يعني. صحيح. جميل. يعني هناك اهداف ساميه سعت اداره المؤسسه العقابيه والاصلاحيه الى تحقيقها من خلال مشروع سند التطوعي. يتبين لي من خلال حديثك النقيب خلفان بان سد حاجه هذه الاسر بسبب غياب المعيل لظروف يعني تعتبر يعني تتعلق بتنفيذ القانون على رب الأسرة أو الإجراءات القانونية على رب الأسرة. يعني أبرز هذه الأهداف، أبرز الأهداف هي يعني أنا بقول لك المجتمع هو أساس، يعني أساس المجتمع هي الأسرة، نحن همنا الأسرة. الأسرة هذه يعني تتكون من رب أسرة ومن زوجة ومن أبناء. فنحن نحاول أن نحن نحافظ على المجتمع بترابط الأسرة هذه يعني باحتياجاتها بأمورها، حتى بالمستوى الدراسي للأطفال نهتم له، وهذا الشيء يعكس على المجتمع ويعكس على سلوك النزيل اللي موجود عندنا في المؤسسة. فالنزيل حتى هو موجود عندنا في المؤسسة، يعني دام يشوف أن عياله مسدودة حياتهم، عياله يعني ناس مهتمة فيهم وتتابعهم، وهذا يساهم حتى في إصلاحه. صحيح. وإصلاح يعني المجتمع بشكل عام. نفسيا ربما يكون أكثر استقرارا وهو داخل
هذه المنشأة الإصلاحية قبل أن تكون عقابية. نعم. صحيح؟ نعم. نحن جميل. هدفنا يعني 100% أن نحن اللهم يعني هذا النزيل هذا أخونا، يعني نحن معتبرينه أخونا، بس اللهم سبحان الله يمكن ظروف يابته ولا شيء. صحيح. فنحاول قد ما نقدر أن خلاص نرجع لحياته الطبيعية، وحتى ويا عياله ويا أموره في كل شيء نحاول أن الإنسان هذا يرجع خلاص يكون إنسان صالح للمجتمع ومنتج للمجتمع. كم ملاحظ هذا الأمر؟ يعني كنتوا تلاحظون ردود أفعال هؤلاء النزلاء بعد تنفيذ هذه المبادرة، خصوصا لما يتلقون رجع الصدى أو النتائج من أسرهم بعد إبلاغهم بالنتائج التي تتحقق بعد تنفيذ هذه المبادرة أو هذا المشروع؟ يعني بعد ما باشرنا المشروع هذا، يعني يعني حتى نحن سوينا استبيان حق النزلة بخصوص رضاهم عنها، كان رضا النزلة 99.7 على رضاهم عن البرنامج هذا، لأن النزيل يكون مرتاح من كافة الأمور. صحيح. يعني أغلبهم تلقى النزيل هو موجود عندنا ويحاتي أهله ويحاتي بيته ويقول أنا ما عندي أشياء وما أدري كيف، فيوم أنك أنت تسكر عن الأمور هاي وتعطيه برامج هو للداخل ويعرف أن أمور بيته مسدودة وكل شيء منسد عنده، فتلقاه بالعكس صحيح وايد متفاعل. طيب يعني برأيك الخاص كأحد المشاركين في هذا المشروع أو في تنفيذ هذه المبادرة، ما الذي ميز هذه الفكرة وأهلها للحصول على المركز الأول في فئات جائزة الشارقة للعمل التطوعي؟ طبعا أخوي اللي ميزها أن هذه المبادرة خدمة مجتمعية، خدمة تخص المجتمع، يعني اهتمت بالخدمة المجتمعية بالأسرة والمجتمع، وغير هذا يعني سوت بيئة تنافسية. يعني نحن ما شاء الله يعني في حكومة الشارقة عندنا جهات وايد داعمة لنا وداعمة المؤسسة في كل المجالات. صحيح. يعني في عندهم أشخاص يعني بس اللهم يبون يسوون خير، فيوم تقول لي عندنا برنامج وعندنا شيء كذا، فالناس تتنافس أن هي بس اللهم تبغى تقدم شيء، كل واحد في خبرته على حسب. لذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك فليتنافس المتنافسون. يعني يوم تقول لي أنت بس اللهم عدني أنا موضوع خير بسوي كذا كذا، خلاص يقول لي أنا وياك، خبرني أنت شو كيف الخطة اللي تبغاها وكيف هذا. فما شاء الله يعني جزاهم الله خير. جزاهم الله خير، يعني من عندنا من القياده ومن خارج القياده والشركاء اللي عندنا هاي كلهم كانوا متطوعين. فحتى يعني ربطنا الامور هاي، نحن حتى خلينا فيهم تنافس وشجعناهم بشهادات عندنا من القياده. وغير كذا يعني وفرنا لهم البيئه كامله حق موضوع التطوع، وحين يعني حتى نفكر نحن قدام ان نحن نسوي لنا مثل رابط ولا شيء، حتى اخوان اللي يبغون يتطوعون في الامور هاي في مساعده الاسر ولا مش مجرد البرنامج هاي، حتى المبادرات الثانيه اللي يبي يتطوع وبيشارك في اشياء تخدم المجتمع نحطها اياها، يعني تخص يعني فئه المقدمه حق اصحاب النزله وذويهم. صحيح. طيب يعني إلى أي مدى ساهمت هذه المبادرة أو هذا المشروع في دعم أهداف جائزة الشارقة للعمل التطوعي النقيب خلفان؟ طبعا هذه المبادرة ساعدت في التنافس في المجال الخدمة المجتمعية، وغير الخدمة المجتمعية ساهمت في أن العمل التطوعي ثقافته انتشرت خاصة بين الناس، تلقاهم متنافسين أنهم يبون قد يعني خلاص يعني وين في مكان نتطوع فيه، فتلقاهم مشاركين. صحيح صحيح. يمكن كذلك من القصص المستفادة من هذه المبادرة، ما زالت هناك بعض الأمثلة الحية لبعض القصص الخاصة بالتحديدا ربما المستفيدين من مشروع سند التطوعي، أبرز من كذلك تميزوا في ريادة الأعمال. نود أن نتعرف على هذه القصص إن كانت حاضرة لديك في هذه اللحظات. طبعا عندي مثالين الحين طروا على بالي. يعني في أسرتين باشروا ما شاء الله في موضوع البرنامج هذا، كانت بدايتهم مجرد أن شيء بسيط، يعني وحدة في الطبخ ووحدة في الخياطة، يعني كانت مشاريعهم بسيطة مجرد أن في البيت
بس إذا عدنا معرض يشاركون ويانا فما شاء الله حين انتقلوا من مرحلة أنهم يشتغلون في البيت إلى مرحلة أنهم عندهم يعني المحل الخاص للبيع، يعني مطعم وغير المطعم، خياط وحدة قامت تفصل عبي ومستلزمات نسائية وأشياء، وهذه أصبح عندها مصدر دخل، أصبح لها مصدر دخل أن هي تعيل على نفسها وأسرتها والنزيل اللي عندنا موجود. الحمد لله، الحمد لله، الله يجزيكم خير يعني على مثل هذه المبادرات النقيب خلفان. يعني ألاحظ وبلا مجاملة خلال أسبوع واحد أنا استضفت مسؤولين أو مسؤولين اثنين من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، كل يتحدث عن مبادرة مختلفة عن الأخرى. أنت تتحدث عن مبادرة أو مشروع قدم في جائزة شارق العمل التطوعي وحصل على جائزة متمثلة في المركز الأول. زميلك الأسبوع الماضي كان يتحدث عن نشاط رياضي كذلك. ألاحظ هذا التفاعل الغير مسبوق في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، تنافس فيما بينكم فيما بين الإدارات الداخلية التي تتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة. اي نعم اخوي، هذا شيء لازم ان نحن يعني نكون مهتمين فيه. يعني انا بقول لك الحمد لله الامكانيات اللي عندنا نحن، الواحد بس مجرد انه شوي بس اللهم يشد حيلك، كل شيء متوفر الحمد لله، يعني في سواء في المؤسسة، في الداعمين، في القيادة، في الامور، بس اللهم بس الواحد لازم. وانا بقول لك نحن ما نبغى الا بس اللهم نرد الجميل صحيح للوطن هذا، يعني مقدمين لك كل شيء وهذا، ونحن بدينا ان بس اللهم نتحرك ونشد حيلنا صحيح. مثل ما يقولون الرياضيين الكرة في ملعبكم الآن. جميع الإمكانيات متوفرة، البيئة مشجعة، وكذلك أعتقد ما ينقصكم الدعم المادي ولا المعنوي أو أي نوع من أنواع الدعم. لا الحمد لله. صحيح الحمد لله كل شيء. يعني طبعا عندنا نحن مجموعة من الشركاء، هاي الشركاء هاي داعمين هم جمعية الشارجة التعاونية وجمعية الشارجة الخيرية والخدمات الاجتماعية ومؤسسة رواد، يعني هاي لهم هذا شركاكم في هذا المشروع، مشروع نعم سند هم نعم ها من بداية من 2015 ويانا في المشروع هذا. يعني ما الأدوار التي قاموا بها في مشروع طبعا سند؟ الأدوار هاي هم يعني مثلا يوفرون الأشياء، إذا نحن عندنا بغينا رخصة تجارية يعني رواد يجهزوا لنا الرخصة، إذا بغينا نحن شيء من الجمعية الخيرية هم جزاهم الله خير ويا أهل الخير يدعمونا يساعدونا. جمعية الشارجة التعاونية ولهذا كذا دور، وغير هذا بعد يعني ما يحضرني ما شاء الله سامي وايد تقريبا 10 شركاء ما شاء الله، يعني هم داعميننا في هالبرنامج هذا. دائرة الخدمات الاجتماعية ذكرت كذلك، دائرة الخدمات نعم الاجتماعية نعم دائرة الخدمات الاجتماعية يعني جهدها مبين صدق، خاصة في موضوع الأسرة والأبناء، انهم حتى يوفرون لنا نحن ورش نسويها، يعني حتى نحن ما نبين حق الناس ان هاي الجماعه ان عندهم يعني رب الاسره موجود في مؤسسه ولا شيء، لا الامور كلها تكون من برا على اساس ان البرنامج عادي، ولا يبين يعني ان عندهم ابوهم في مؤسسه عقابيه ولا الزوج ولا اي شيء، يعني يبين مجرد اي شيء عادي صحيح. حتى المعارض اللي نحن نقومها برا ونعرض منتجات الاسر اللي داخل البرنامج نعم. بس سند ما نبين لهم يعني ان هاي لها كذا نعم، ولين يكملون لان نعرف ان نحن متاملين لهم انه يطورون ويكبر المشروع صحيح. طيب النقيب خلفان، عاده مثل هذه المبادرات الخاصه باداره المؤسسه العقابيه والاصلاحيه في الشارقه هي نتاج لافكار تقدم من موظفي القياده، ام هي ضمن خطط واستراتيجيات معدة مسبقا وتنفذ على مستوى وزارة الداخلية، أم الاثنين معا ربما؟ طبعا أنا بقول لك البرامج هاي اللي نحن نقدمها كلها تخدم أهداف وزارة الداخلية. يعني نحن عندنا مثل مؤشرات، هاي مؤشرات الأمن والأمان، يعني نسبة عودة النزيل للمؤسسة، فنجتمع نحن الفريق اللي موجود في المؤسسة يشوف الجماعة خاصة النزيل إذا دخلوا هذا، ونشوف ونتابع، ومن هالامور هاي نحط البرامج اللي نحن نحاول، يعني اذا لاحظنا ان يعني فئه معينه من القضايا دوم ترجع فلازم نشوف برنامج لهم شيء ان نحن يعني ننزل هالامور هذه نعم. فكلها مثل خطط استراتيجيه وغير كذا بعد افكار موظفين صحيح صحيح جميل. هل من مبادرات كذلك قادمه خلال هذا العام مدرجه ضمن اجندتكم السنويه؟
يعني الحين نحن يعني في المبادرات ان شاء الله، المبادره الجايه نحن ان شاء الله داخلين في موضوع المسرح. يعني ان شاء الله قدام نحن يعني مجهزنا، يعني الحمد لله جزاهم الله خير تلفزيون الشارقه مجهزين له مسرح كامل في المؤسسه العقابيه والاصلاحيه. ويعني في متطوعين من الممثلين قاموا اشتغلوا على مجموعه من النزلاء على اساس ان يأهلونهم ويدربونهم على موضوع المسرح والدراما والأشياء هذه. صحيح. فإن شاء الله قدام أن يكون في مسرح إن شاء الله كامل متكامل في المؤسسة العقابية. إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مبادراتكم هذه لها أثر كبير في الحقيقة، سواء كانت رياضية تعنى في يعني جمهوركم الداخلي اللي هو موظفي القيادة، أم كذلك يعني تعنى بفئة مستهدفة لها وهي فئة النزلاء مثل مشروع سند التطوعي. لكم كل الشكر والتقدير على مثل هذه المبادرات الإنسانية النبيلة. الله يحفظك. أشكرك جزيل الشكر النقيب خلفان سالم العليلي، مدير فرع التأهيل والتدريب في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة. شكرا لك.